factor affecting the assembly or affecting the rate of release. صح؟ كنا قلنا عندنا كم عامل يا جماعة؟ 11 عامل. 6 في السيل ممبرين و5 في المادة اللي هتخرج فيه. نراجع الستة اللي في السيل ممبرين. 1 السيرفس اريا. كل ما السيرفس اريا بيزيد كل ما معدل الديفيوجن يزيد. 2 سيكنس تناسب طردي ولا عكسي؟ عكسي. 3 التمبريتشر كارديو ولا عكسي؟ كل ما درجة الحرارة هتزيد كل ما حركة الجزيئات هتزيد كل ما الديفيوجن هيزيد. حركة الجزيئات اسمها ايه يا جماعة؟ كاينيتيك انرجي. طيب أربعة الدايمتر اوف بورز كل ما الثقوب اللي موجودة في السيل ممبرين ما هتزيد كل ما الديفيوجن هتزيد. 5 الالكتريكال شارج الصوديوم عليه اشارات موجبة قناة الصوديوم عليها اشارات سالب يبقى المفروض مين يعدي بسهولة الصوديوم أكثر من البوتاسيوم ده المفروض لأن الصوديوم زي ما اتفقنا فضح نفسه ولما حوالينه مية. طيب آخر فاكتور وجود الكارير بس لو الكارير بقى موجود هيتحول من إيه من سيفل يبقى فاسيليتي. طب الفاكتورز اللي موجودة في السلم في المادة بقى 1 الكونسنتريشن جرينيانت الكونسنتريشن جرينيانت اللي هو إيه سي 1 ناقص سي 2 يبقى سي 1 وسي 2 هما فرضا الماده بتاعتي الكونسنتريشن بتاع اوتسايد السيل ممبرين يسمى اوتسايد السيل ممبرين يبقى سي 1 انسايد يبقى سي 2 صح كده. كل ما الفرق في التركيز ما هيزيد كل ما معدل الديفيوجن ما هيزيد. طيب 2 الالكتريكال تشارج اظن الالكتريكال تشارج اوف ذا سبستانس يعني المواد اللي عليها الكتريكال تشارج زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلام ده كله غصب عننا المواد دي بتشد ميه ولا لا؟ طب الميه اللي حوالين الايونز يبقى اسمها ايه؟ هايدريتنج شيل. واتفقنا ان كل ما الهايدريتنج شيل ما هيزيد كل ما الايه؟ كل ما الديفيوجن ما هيقل لان الماده حجمها بيكبر ساعتها. طيب 3 الافكتيف دايمتر بتاع السبستانس نفسه وانا بحسب الدايمتر ازاي؟ بالمولكيولار ويت صح؟ كل ما الملوكولار ويت ما هيزيد كل ما الديفيوجن ما هيقل كده هما الثلاثة سهلين خالص عناوين مفهوم في الشرح. تعالى على رقم 4 و5 اكتبوا عليهم مهمين هما اهم حاجه في الصف. هما اهم حاجه في الصف حاجه اسمها بيرميابيليتي كوفيشنت صح وحاجه اسمها بارتيشن كوفيشنت. ايه بقى قصه البرميابيليتي كوفيشنت والبارتيشن كوفيشنت؟ البرميابيليتي كوفيشنت يعني معامل النفاذية. ايه بقى قصة معامل النفاذية ديت؟ بص يا بابا لو انا جبت لك سيل ممبرين سيل ممبرين السكنس بتاعه ثابت سيم سكنس حلو سيم سكنس سيل ممبرين كل السكنس بتاعه ثابت تمام وحطيت له مادة اسمها ايه؟ المادة اللي اسمها ايه دي تركيزها بره 100 وتركيزها جوه صفر مثلا حلو. طيب شغل الساعه شغل الساعه تبدا الماده ايه هتتنقل من الهاير كونسنتريشن الى اللور كونسنتريشن بمعدل قد ايه تمام المعدل اللي هيطلع هقيسه بالسنتيمتر على السكند. يبقى لو حبيت تحط ديفينيشن للبرميابيليتي كوفيشنت از ريت ها of diffusion of a substance through cell membrane صح يقاس بالسنتيمتر على الثانيه. ما هي شروط البرميابيليتي كوفيشنت؟ هي شروطها 1 يكون الثيكنس بتاع السيل ممبرين ماله ذا سيم يعني ماليش حته في السيل ممبرين تخينه وحته رفيعه لان كده لو الثيكنس اتغير كده البرميابيليتي كوفيشنت هتتغير. 2 الكونسنتريشن جريدينت فرق التركيز يكون مينتيند يعني مينتيند
ثابت، ما فيش انا في نص التجربه كده ولا التركيز بيقل او بيزيد اروح انا مزود الماده ايه ومقللها، يبقى ما العبش في الكونسنتريشن. يبقى تيزريت اوف ترانسبورت اوف سبستانس ثرو السيل ممبرين بشرط ها يكون السيكنس بتاع السيل ممبرين ماله ثابت. رقم اثنين يكون الكونسنتريشن جريديانت منتين، يعني منتين مثبته، مش مثبته اللي هي قدناها بره 100 وجوه صفر، قصدي ان انا لو تعادلت الماده عملت 2 من 100 للصفر ما اقعدش احط بقى ازود التركيز اقل التركيز، ما العبش في التركيز تاني من بره. تمام، هتقاس بالسنتيمتر على الثانيه، يرمز بالبيربيابيلتي كوفيشنت بالرمز بي فور بوك كده. طيب هو انا لو لقيت ماده هاي بي، انا اسف بي فور بي صح، لو انا لقيت يا جماعه ماده هاي بي او ماده لو بي، مين الشاطر اللي يحكمني؟ ها لو لقيت ماده هاي بي يبقى معناها الماده دي ايزي ولا هارد برميابيليتي؟ ايزي، تعدي بسهوله. يبقى الماده اللي انا بقولها اللي هي هاي بي دي وانت مغمض عينيك ليبيد ولا ووتر سولوبل؟ لا بقول لك بتعدي بسهوله في السيل ممبرين، ها ليبيد. طب لو لو بي تبقى بتعدي بصعوبه، مين اللي بيعدي بصعوبه في السيل ممبرين؟ الووتر ولا ليبيد سولوبل؟ الووتر سولوبل زي جميع الالكترولايت. تمام، يبقى دي اسمها برميابيليتي او افيشن. المواعيد الدكاتره جه متاخرين ليه؟ في ايه النهارده؟ يلا يا عم اللي بره ده تخلص. لا ايه؟ ما انتش مذاكر يا احمد. طيب راجع كده معلوماتك. مين المواد اللي بتعدي في الليبت باي اير؟ هو الليبت سوليبل زي مين؟ وايه تاني؟ اقرا كده المواد اللي بتشيلها ليه؟ المواد اللي بتعدي في الليبت باي لير مش المواد اللي دايبه في الميه. هتلاقي مكتوب اتش 2 وصلت؟ وهو اتلخبط اتلخبط في المسافه بسرعه. طيب تاني يا جماعه البرميابيلتي كوفيشنت هقولها لك يا احمد. حاضر يا احمد. صح صح. البرميابيلتي كوفيشنت، الناس اللي جايه متاخر، البرميابيلتي كوفيشنت يرمز لها بالرمز 4 بي 4 بن. ايه بقى يعني ايه البرميابيلتي كوفيشنت؟ هجيب سيل ممبرين، بس السيل ممبرين بتاعنا الشرط بتاعه يكون السيكنس بتاعه ماله؟ يكون السيكنس بتاعه ثابت. ادي واحد. هحط ماده اسمها ايه؟ الكونسنتريشن بتاعها بره 100 مثلا وجوه صفر. تمام؟ هتبدا الماده اللي اسمها ايه؟ تنتقل من هاي كونسنتريشن الى اللور كونسنتريشن. في معدل ومعايا الساعه، ظبط الساعه على ايه؟ لسه ما شغلتهاش. هشغل الساعه واسمح بالديفيوجن. الماده هتتنقل بمعدل قد ايه؟ معدل كام سنتي في الثانيه؟ يبقى البرميابيلتي كوفيشنت هو الريت اوف ديفيوجن اوف سبستانس ثرو سيل ممبرين. بس يا شطار الناس اللي جايه متاخره في شرطين قدامي، لازم يكون السيكنس بتاع السيل ممبرين ماله ثابت، ماليش واحد تخين واحد رفيع. اثنين لازم يكون الكونسنتريشن جريدينت بتاعي مينتين، يعني مينتين مينتين يعني ثابت، يعني مثلا مش اجي اقول لك نص التجربه اروح مزود الكونسنتريشن بتاع ده وبتاع ده، لا زي ما بدات زي ما هني. تمام، يرمز لها بالرمز يا جماعه زي ما اتفقنا بي فور بوك. طيب لو لقيت ماده فوربين، انا اسف، لو لقيت ماده هاي بي، هاي بي معناها ايزي ولا هارد برميابيليتي؟ ايزي، بتعدي بسهوله. مين يعني المواد اللي بتعدي بسهوله؟ اللي بتعدي في الليبت باي لير. طب مين المواد اللي بتعدي في الليبت باي لير؟ ينفع ايده يقول لي؟ واحد لو جاءت الماده سمول وان شارجد وليبت سولوبل زي جميع الغازات، او تكون الماده سمول وليبت ان سولوبل وان شارجد زي مين؟ الووتر واليوري. هو كاتب لك انهي مثال؟ الووتر واليوري، بس المفروض كان يكتب كمان مين؟ جميع الغازات، اكتب الغازات كمان جنبيها. دي امثله. طيب دي امثله. الاحتمال الثاني يا شطار ان الماده تكون لو بي، يعني البرميابيلتي بتاعتها سهله ولا صعبه؟ صعبه. اللي هي المواد اللي بتعدي في الليبت ولا في البروتين تشانل؟ بروتين تشانل. مين الشاطر يرفع يقول لي ايده؟ مين البروتين تشانلز اللي عندنا؟ جميع الالكترولايت. تمام، جميع الالكترولايت البرميابيلتي بتاعتهم قليله. كده خلصنا البرميابيلتي كوفيشنت.
يعني انا بس ممكن لو سمحت بعد كده لما اقول لك هاي بي معناها الليبيد سوليبل صح؟ بتدوب في الليبيد اكتر والعكس صحيح طبعا. بينما لو بي معناها السوليابيليتي بتاعتها في الليبيد قليله. ايه بقى قصه البارتيشن كوفيشنت دي؟ اي ماده في الدنيا يا جماعه عندنا البارتيشن كوفيشنت يرمز له بالرمز بي فور بوك. البي تساوي ايه بقى؟ بص يا حبيبي مفيش ماده في الدنيا كومبليتلي ووتر سولوبل ولا في ماده في الدنيا كومبليتلي ليبيد سولوبل. مستحيل تلاقي ماده كده ولا ماده كده. امال جميع المواد اللي موجوده في الطبيعه هي ريلاتيف. يبقى بارتيشن كوفيشنت هو الريلاتيف بيرميابيليتي اوف اني سبستانس في الاويل على الووتر. طب يا دكتور انت كتبت اويل مش ليبيد ليه؟ اصل احنا بنتكلم فيزياء والفيزياء لا يعترف بكلمه ليبيد. امال كل شغله بالايه؟ كلمه اويل. الفيزياء لا يعترف بكلمه ليبيد دي خالص، ما يعرفهاش، يقول لك اويل. تمام؟ يبقى يعني ايه بارتيشن كوفيشنت؟ هو الريلاتيف النسبه ما بين ذوبان الماده في ايه يا محمود؟ ها في الاويل الى ذوبانها في الووتر. هل كل المواد يا جماعه السوليابيليتي بتاعتها واحده في الاويل والووتر؟ لا، في مواد هاي وفي مواد لو. طيب فاحنا بقى هنقول ايه؟ افرض لقيت الماده هاي بي. مين يقول لي هاي بي يعني ايه؟ يبقى معناها الاويل سوليابيليتي بتاعتها اعلى من الووتر سوليابيليتي والعكس صحيح. يعني لو قلت لو بي معناها مين الاعلى؟ الووتر سوليبيليتي بتاعتها هي الاعلى. طب حلو، الكلام لحد دلوقتي مفيش فيه مشكله، بس الكتاب مش عاملها لك كده. بيقول لك ايه؟ ده السيل ممبرين. ركز بقى معايا. طبعا انتوا عارفين السيل ممبرين عباره عن ليبيد بايلير. لو انا جبت لك ماده اسمها ايه وماده اسمها بي، انتوا عارفين ان بره الخليه في ميه ولا في بره الخليه؟ في ووتر. بيقول لك لو المادة يا جماعة لقيناها بتعدي بسهولة سيب المية وتروح على السيل ممبرين. المادة بتسيب المية وتروح على السيل ممبرين، يبقى هي هاي بي ولا لو بي؟ هاي بي. يبقى وات ذا مينينج اوف هاي بي لما بنطبقه على جسم الإنسان؟ معناها يا جماعة إن السبستانس اللي اسمها هاي بي دي بتترك الووتر وتروح ناحية الأويل. مين الووتر؟ المية اللي بره الخلية. مين الأويل؟ الليبل بتاع السيل ممبرين. فعشان كده تلاقي كاتبها لك ان هاي بي معناها ان الماده ليف الووتر فيز تو انتر الاويل فيز. يعني ايه ووتر فيز؟ بره الخليه. يعني ايه اويل فيز؟ عايده على السيل ممبرين. طب لو العكس، افرض الماده لو بي عدناها طول الوقت واقفه بره صح؟ فهو بيعكسها لك، انا بقول لك يعني هي بتسيب السيل ممبرين وتروح ناحيه الميه سواء بره او جوه. وصل الفكره؟ يبقى انا يا دكتور بعد كده لما اقول لك هاي بي او لو بي رد عليا هتقول ايه؟ الهاي بي معناها بتسيب ايه؟ بتسيب الووتر وتروح للاويل والعكس صحيح. ايه ده؟ هو انا ممكن بعد كده اشيل كلمه هاي بي وزي ما اتفقنا ان معنى الهاي بي يعني هاي اويل سوليبيليتي. خدت بالك من حاجه؟ ان لما تكون الماده البرميابيليتي كوفيشنت بتاعتها عاليه معناها ان هي مور ليبيد سوليبل، ولما تكون الماده البارتيشن كوفيشنت بتاعها عالي معناها ان هي مور ليبيد سوليبل. يبقى البي والبي يتناسبوا تناسبا طرديا ولا عكسيا؟ طرديا. كل ما هيزيدوا كل ما معناها ان الماده مور ليبيد سوليبل، كل ما هيقلوا معناها ان الماده ليس ليبيد سوليبل. فاحنا مقسمين بقى المواد اللي موجوده في جسم الانسان ككلها اللي بتعدي علينا احنا وعملنا جدول كده محترم. ما هو الفرق ما بين كلمه هيدروفيليك وهيدروفوبيك؟ بص عشان الناس برضه بتتلخبط يعني ما بين الهيستولوجي والباي. هيدروفيليك، هيدروفيليك محبه للماء. طيب ممكن حضرتك كلمه هيدروفيليك تسميها اسم ثاني؟ اه والله العظيم لايبوفوبيك. يبقى انت ممكن تكتب فول هيدروفيليك، فول هيدروفيليك لايبوفوبيك، وفول هيدرو فوبيك تبقى لايبو فيليك. معكوسه صح؟ طيب تاني بقى يا جماعه لو حابين نعمل جدول مقارنه مين يقولوا معايا؟ واحد، لو انا جيت قلت لك ماده هيدرو فيليك يبقى بتحب مين؟ الميه لكن بتكره الدهون.
يبقى هاي افينيتي فور الووتر لو افينيتي فور الليبر. طيب بالنسبه للبي والبي بتاعتكم هي هايدروفيلك بتحب الميه يبقى لو بارتيشن كو افيشنت لو بيرميابيليتي كو افيشنت. بارتيشن يا جماعه يعني فصل، بارتيشن يعني فصل، بفصل ما بين الاويل والووتر، معامل الفصل، معامل الفصل. يبقى شطار الهيدروفيلك افينيتي بتاعته للووتر اعلى لكن افينيتي للليبيد قليله، البي والبي بتاعتهم قليلين. بيعدي بسهوله ولا بصعوبه في السيل ميمبرين؟ بصعوبه، لان السيل ميمبرين عايز حاجه اللي مور ليبيد سوليبل، بصعوبه. زي مين يا جماعه؟ مين يرفع ايده يحط مثال؟ ها؟ جميع الالكترولايت. طب مين يعمل لي الهيدروفوبيك؟ الهيدروفوبيك يا دكتور يعني لو افينيتي فور لو، طب هاي افينيتي فور الليبيد، هاي اند هاي، هاي بارتيشن كوفيشنت اند هاي بيرميابيليتي كو ايزي كروس السيل ميمبرين، بتعدي بسهوله. زي مين يا جماعه؟ الغاز. مين اسرع ماده بتعدي في السيل ميمبرين عشان ام سي كيو؟ الغازات. اسرع ماده هي مين؟ الغازات. في عالم بتاع فيسيولوجي حط قانون، القانون ده احنا قلناه في وسط الكلام، مش احنا قلنا البارتيشن كوفيشنت تتناسب تناسبا طرديا مع البيرميابيليتي كوفيشنت، وممكن تقول ان هي تتناسب تناسبا طرديا مع الليبيد سوليوبيليتي، بمعنى ان كل ما البارتيشن كوفيشنت ما يزيد معناها البيرميابيليتي كوفيشنت عالي معناها الليبيد سوليوبيليتي عالي. سمى القانون ده على اسمه، سماه اوفرتن رول، اوفرتن رول سماه على اسمه، تمام كده؟ يبقى اوفرتن رول بتقول ان الماجنيتيود، يعني ايه ماجنيتيود؟ قيمه او قوه البيرميابيليتي كوفيشنت والبارتيشن كوفيشنت تناسبا تناسب ايه؟ طردي. في مشكله كده يا جماعه في السيمبل ديفيوجن، تمام؟ هو سهل خالص ما فيهوش اي مشاكل. تعال نبتدي بقى بالفاسيليتيت ديفيوجن. هو مين يراجع معايا الترانسبورت كنا بنقسمه ازاي؟ باسيف واكتيف. واتس ذا مينينج اوف باسيف؟ نو انرجي. برجع اقسم الباسيف لكام نوع؟ اثنين. ديفيوجن، ديفيوجن بقسمه لايه؟ سيمبل وفاسيليتيتد. ولا الفلتريشن لما زودناها المره اللي فاتت من هاي بريشر الى لو بريشر. طيب ما هو الفرق بين السيمبل والفاسيليتيتد؟ الكارير هو اللي بيفرق ما بينهم. طيب تعالى يا جماعه نعمل بقى مقارنه ما بينهم. الفاسيليتيتد، فاسيليتيتد ديفيوجن بيسموه اسم تاني كارير ميدييتد ديفيوجن. يعني ايه كارير ميدييتد ديفيوجن؟ هو الديفيوجن اللي محتاج الى كارير. علمني على الاسم التاني عشان الاسئله بتاعت الام سي كيو. كارير ميدييتد ديفيوجن. طيب متى يستخدم الفاسيليتيتد ديفيوجن؟ يستخدم يا جماعه لللارج، بص ركز بقى معايا، هيدروفيلك سبستانس زي الامينو اسيد والجلوكوز. امال يا دكتور لو كانت سمول هيدروفيلك مين يرفع ايده ويقول لك كانت سمول هيدروفيلك؟ والله لو كانت تشارجد تعدي في البروتين شانل، نون تشارجد تعدي في الليبيد بايليه. امال دي يا جماعه اللارج هيدروفيلك سبستانس محتاجه الى ايه؟ كارير بروتين، محتاجة إلى كارير بروتين. هل محتاجة إلى انرجي؟ لا، نو انرجي. اوعى تتلخبط في الام سي كيو أو تهتز قدام السؤال. هي محتاجة كارير لكن مش محتاجة طاقة. أشهر مثال هو مين؟ الجلوكوز والأمينو أسيد. دكتور جالنا في الام سي كيو فركتوز، هي يا بابا. دكتور جالنا جلاكتوز، هي يا بابا، تمام؟ طب جالنا فاتي اسيد، لا يا بابا مش هي. الفاتي اسيد ليبت سولبل فتعدي في الليبت باي لير، اوعى تتلخبط. الفاتي اسيد دي ليبت سولبل. طيب تعال نشوف الميكانيزم. الميكانيزم بتاع الفاسيليتيت الديفيوجن كالاتي. بص يا حبيبي، ده السيل ممبرين اهو، س
سيل ممبرين يا جماعه بيبقى فيه كارير عامل كده، هي مرسومه عندك بالالوان اللي عايز تشوفها. كارير عامل كده تمام. طيب الكارير دوت يا شطار ركز بس معايا الاول، الكارير اهو، وادي هنا الجلوكوز اهو رقم واحد. الجلوكوز يجي يمسك في الكارير، يبقى الجلوكوز اهو جه مسك في الكارير. على فكره ساعات يا جماعه بيسموا الكارير ها ريسبتور، هي على فكره. يبقى الكارير ريسبتور، يبقى الخطوه رقم واحد من السبستانس بتاعتنا اللي هي الامينو اسيد او الجلوكوز بايند تو، هتمسك في مين يا جماعه؟ هتمسك في الكارير او هتمسك في الريسبتور، يمسكوا مع بعض يعملوا ايه؟ سبستانس ريسبتور كومبلكس، سبستانس ريسبتور كومبلكس او سبستانس كارير كومبلكس، هي طيب مسكوا في بعض. الخطوه الثانيه بص، اول ما بيمسكوا في بعض يروح حاصل كده، تلاقي راح الكارير شكله متغير، قلب، حصل له حاجه اسمها كونفيرميشنال تشينجز. يعني ايه كونفيرميشنال؟ هتاخده في البايوكيمستري في البروتين، كونفيرميشنال يعني تغير في الشكل، كلمه كونفيرميشنال يعني تغير في الشكل، يروح شكله كده متغير تمام. ويبدا الماده اللي هي السبستانس دي والريسبتور بتاعنا يبداوا يتحركوا لحد مين هيدخل؟ ها السبستانس اللي هي الجلوكوز. وبعد ما الجلوكوز ما يدخل يرجع تاني اللي هي يا جماعه ها الكارير، يروح راجع تاني في مكانه كده تمام. والريسبتور اللي كان بيدخلني ها يرجع يقف يستنى ايه؟ جلوكوز جديد عليه الدور. يبقى رقم واحد الماده الجلوكوز والامينو اسيد هتمسك فيه ريسبتور، صح كده؟ يعملوا سبستانس ريسبتور كومبلكس. الخطوه الثانيه هيحدث ايه في الكارير ساعتها؟ هيحدث كونفيرميشنال تشينجز. يعني ايه كونفيرميشنال تشينجز؟ تغيرات في الشكل. طب لما يحدث تغيرات في الشكل هتلاقي اللي حصل البروتين راح ايه؟ مغير من شكله ويفتح عشان يسمح بدخول السبستانس. فهم يا جماعه لما يجيوا مثلوها وكتبوها كده في الكتاب مثلها لك ازاي؟ عارف انت حضرتك لو رايح منشاه عسكريه النهارده بتدخل اول على الباب. طيب داخل تقابل حد جوه المنشاه دي، هل هم بيسيبوك تتجول كده جوه؟ لا، ده بيطلع معاك فرد من الامن عسكري ياخدك من ايدك. الفرد من الامن ده ايه لازمته؟ يسهل المأمورية ولا يصعبها؟ بريكاوي. يعني ايه بريكاوي؟ يفتح الطريق، صح؟ ويدنه ماشي معاك، طول ما هو ماشي معاك حد يعرف يعترضك لحد ما توصل للمكان اللي انت عايز تروح، يعمل لك ريليز. يعني ايه ريليز؟ يسلمك ويدن عسكري الامن ده مستنيك ولا يطلع يرجع تاني على البوابه يجيب حد تاني لو عايز يدخل. يبقى ريليز اند ريتيرن. يبقى شوف الكارير دوت له كام حاجه؟ بريكاوي. يعني ايه بريكاوي؟ يفتح الطريق كده يسهل لك الحركه. ريليز يعني ايه ريليز؟ يطلق صراحه، يدخلك ويسيبك. طب معنى كده ان اكيد الريسبتور دوت وهو بيتحرك كور ارتباطه بالسيل ممبرين، كور ارتباطه قويه ولا ضعيفه؟ فكرك انت لو كانت قويه كانت الماده هتدنها واقفه على الكارير عمرها ما تتحرك. يبقى لازم البايندنج سايت اوف ريسبتور تو ذا سيل ممبرين ويك ولا سترونج؟ ويك. هتلاقي الجمله مكتوبه عليه. يبقى لم لي كده الكلام على بعضه كله. واحد السبستانس هتمسك فيه ريسبتور، يعملوا ريسبتور سبستانس ريسبتور كومبلكس او كارير عادي. طيب ايه فائده الكارير او ريسبتور سبستانس دوت؟ ان هو ايه؟ يحصل كونفيرميشنال تشينج. يعني ايه كونفيرميشنال تشينج؟ تغيرات في شكل ايه؟ ها؟ تغيرات في شكل مين يا جماعه؟ شكل الكارير. يسهل ولا يصعب دخول الماده؟ يسهل دخول الماده. طيب بعد ما بيدخل ممكن تقول ان الكارير ده عامل لك بريك اوي. يعني ايه بريك اوي؟ فتح لك طريق ريليز، ان هو سهل لك الدخول واطلق صراحه. لان الريسبتور ارتباطه قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. عارف يا جماعه كنا زمان بنقولها ازاي قبل ما نعرف الكونفيرميشنال تشينج والكلام دوت؟ كنا بنقولها بطريقه سهله خالص. الكلام القديم بقى بيقول لك ان الماده الجلوكوز مثلا ووتر سولبل عايز تعديها في الليبيد، فكانك بالظبط هتحط على الجلوكوز شحن دهنه كده، وانت لو حطيت على بليه كده دهنه ورميتها في صفيحه السمنه مش هتبص ولا لا؟ هو بالظبط بيشبه لك الكارير دوت ان هو عباره عن بيحول الماده الووتر سولوبل اللي هي الجلوكوز والامينو اسيد الى ليبيد سولوبل. هتلاقيها مكتوبه عندك
ان الكارير دوت بيسهل المهمه عن طريق ان هو بيحول الماده من ووتر الى ليبيد. بس دي طريقه تشبيهيه هي غلط بس امر لله، اللي هي في السطر الاولاني في البوكس هو بيقول لك ان الكارير دوت من كل مهمته ان هو يحول لك من شكلها من ايه لايه، ها، من ووتر سولوبل الى ليبيد سولوبل. يبقى شطار لما بعد الميكانيزم كله على بعض. واحد اخر مره سبستانس هتمسك فيه ريسبتور او كارير يعمله ريسبتور سبستانس كومبلكس يبدا يتحرك. ايه لازمه الكومبلكس ده؟ بيخليني ليبيد ولا ووتر سولوبل؟ ده من ووتر يبقى ايه؟ ابقى ليبيد. ويحصل له ايه؟ كونفرميشنال تشينج، تغيرات في الشكل، بحيث هو كان مقفول يروح ايه؟ مفتوح. فالماده تدخل ولا تطلع؟ تدخل. بريك اوي يعني بريك اوي يفتح الطريق اند ريليز. طب ليه يا ابني هو بيفك منه عشان يرجع تاني؟ طب ازاي هو بيتحرك؟ لان ارتباطه بالبروتين قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. طيب بيتم الفاسيليتيتد ديفيوجن سؤال الام سي كيو 4 ها الهيدروفيليك سبستانس. مين يرفع ايده يقول لي مين الهيدروفيليك سبستانس؟ تعرفها؟ مين الهيدروفيليك سبستانس؟ الجلوكوز والامينو اسيد. اوعى والنبي تتشل، يجي لك فركتوز، يجي لك جلاكتوز، اي حاجه صح، اي حاجه من الهكسوز اللي بتاخدها في البايو صح. طيب تعالى ناخد يا جماعه الكاركترز بتاعت الفاسيليتيتد ديفيوجن. دي سؤال مهم في الام سي كيو. هو بيجي السؤال بصيغه ثانيه، بيجي بصيغه ثانيه كاركترز او فاسيليتيتد. عايزين ايه؟ كاركترز او فاكتورز ذات افكتنج الفاسيليتيتد ديفيوجن. خلي بالك في النظري، ايه هي بقى العوامل المؤثره على الفاسيليتيتد ديفيوجن؟ اربع عوامل. كم عامل؟ اربع. واحد الساتوريشن. يعني ايه ساتوريشن؟ تشبع. ايه بقى قصه الساتوريشن التشبع دي؟ بص يا حبيبي ركز معايا في اللي هقوله لك دلوقتي. والله يا دكتور انا فرضا زودت تركيز الجلوكوز اوت سايد، كل ما الجلوكوز ما هيزيد كل ما الترانسبورت، كل ما الترانسبورت ما هيزيد، كل ما زود الجلوكوز كل ما الترانسبورت هيزيد. لكن هوصل في مرحله مهما زودت تركيز الجلوكوز الترانسبورت المعدل بتاعه ثابت. ليه اللي بوصل لمرحله الثبات؟ يعني انا رسمتها لك في الجلد اهو، كل ما هتزود السبستانس كل ما الريت اوف ترانسبورت هيزيد لحد ما وصل لمرحله بلاتو. فاكرين يعني ايه بلاتو؟ ثبات. طب ليه يا جماعه حصل ثبات؟ لان كل كارير او كل ريسبتور حصل لها ساتوريشن، اتملت خلاص مفيش مكان تاني. اي زياده هتدناها واقفه على السيل ممبرين من بره ولا لا؟ هديكم مثال. عارفين يا جماعه عيان السكر؟ عيان السكر يا جماعه لما السكر بيزيد في الدم، حضرتك انت مثلا خلينا نتكلم عن النورمال الاول، مهما السكر بتاعك زاد في الدم هل في سكر بينزل في اليورين؟ لا طبعا، لان الكليه فيها ريسبتور على قد جزيئات السكر الموجوده في الدم بتاعك. طول ما الانسولين شغال، هرمون الانسولين، طول ما السكر مظبوط فالكدني تعرف تعمله ترانسبورت ما ينزلش في اليورين. امال يا شطار لما واحد بيجي له سكر، ها، مستوى السكر عنده في الدم بيزيد جدا، طب هل الكارير اللي موجوده في الكليه بتاعت المريض دوت لها القدره ان هي تنقل السكر دوت ولا مش هتقدر؟ هيحصل لها ساتوريشن، يبدا ينزل في مين؟ في اليورين. هقول لك مثال تاني، عارفين القطر البضاعه؟ بيبقى مثلا له 24 عربيه، فرض انت حضرتك مليت ال 24 عربيه، اي زياده هتبدا تكب من بره ولا لا؟ لو كده بتعملها ترانسبورت ولا تفقدها؟ تفقدها. يبقى الساتوريشن كل ما الكونسنتريشن اوف سبستانس ما هتزيد كل ما الريت اوف ترانسبورت ما هيزيد، لكن وزن ليميت ان عدد الكارير عندنا محدود. امال السمبل ديفيوجن؟ السمبل ديفيوجن ما فيهوش كارير، يعني كل ما الكونسنتريشن جريدينت بتاعه ما هيزيد كل ما الريت اوف ترانسبورت بتاعه هيزيد. شايف الفرق ما بين ده وده؟ يا سلام لو جالك في الامتحان قارن ما بين السمبل والفاسيليتيتر ورسمت له الكيرف دوت، ورسمت له الكيرف دوت، حلو الصفاره دي تصحي الناس، ورسمت له الكيرف دوت، مش للدرجه دي بقى كده صدع المرض، ورسمت له الكيرف كده، كتبت له على الاحمر ده مين يا جماعه الاحمر؟ السمبل، ومين دوت يا جماعه بالازرق؟ الفاسيليتيتر. مرسوم عندك، مرسوم عندك في المذكره، مرسوم عند حضرتك. طيب تاني خاصيه، تاني خاصيه، خاصيه اسمها كومبيتيشن. يعني ايه كومبيتيشن؟ تنافس. بص يا بابا الكرسي دوت هو الريسبتور، ما تخافش بس عشان نخلص بقى. يلا يا عم بقى، تعالى تعالى.
يلا خدنا اشرح لك لوحدك. خلاص يا ابو حسام والله انت خلاص يا دكتور. خلاص يا دكتور. خلاص اقعد اقعد بصراحه. خلاص اقعد بصراحه. ما ينفعش انا شاكرين يا باشا عملك الفرح يا ابيض. بص يا راجل ركزوا معايا. محدش ترى يا جماعه والله لو ابتدى اشوف هعمل لك ايه دلوقتي. الراجل دوت اقعد معايا ركز معايا ركز معايا. ادي السابستنس تمام. ادي السابستنس تمام كده. وادي الريسبتور خلاص. يبقى طول ما السابستنس موجوده وادي الريسبتور بيحصل ترانس بورد. جيت انا بقى من بره انا ماده شبه السابستنس اللي بتتنقل. حلو الكلام. ماده شبه السابستنس بس انا تركيزي وحجمي اكبر منه ولا اصغر؟ اكبر. فاعمل ايه؟ هقول له مش انت. اروح زقه كده. اه والله بزقه. واروح انا على الكرسي. يبقى انا خدت مكان الريسبتور. طيب مكان السابستنس دي والريسبتور بتاعي اللي انا قعدت عليه هينقلني الى داخل الخليه ولا لا؟ يبقى الكومبيتيشن لو في تو سابستنس سيميلر ان اكشن شبه بعض في سيميلر انستراكشن انا اسف شبه بعض في التركيب بس مش هم ذا سيم استراكشن. يعني ما تقوليش جلوكوز وجلوكوز جلوكوز وجلوكوز. انت تبقى غبي بقى. ما جلوكوز وجلوكوز نفس الماده. يبقى لو جبت تو سابستنس تو سابستنس دول ما سيميلر في الاستراكشن اللي تركيزه اعلى هو اللي هياخد الريسبتور ويتم الايه الترانسبورت. حلو. طبعا يا ريس. يبقى كومبيتيشن تنافسي مش عايز كلام. لو عندي تو سابستنس سيميلر انستراكشر هيتنافسوا على الريسبتور مين اللي هيتنقل اللي تركيزه اعلى. طيب دي الكومبيتيشن. بس في بقى خاصيه ثالثه اسمها انهيبيشن. يعني ايه انهيبيشن؟ لا بص يا بابا جبت لك ماده الماده دي يا شطار راحت ماسكه في الريسبتور. ايه اللي حصل بقى؟ لا انا ما قلتش حاجه. في ماده هو في النهارده في ماده ركز معايا هي ماده اسمها فلوريزين. لو انت عايز تعرف اسمها فلوريزين مش لازم. الفلوريزين دوت يروح ماسك في الريسبتور بتاع الجلوكوز بس المره دي بيمنع ان الجلوكوز يتنقل. طب هل هو الفلوروزين اللي هيدخل جوه الخليه؟ لا ده لا انا ولا الجلوكوز هيدخل. يبقى كلمه انهيبيشن يتوقف الكارير عن العمل. امال كومبيتيشن نتنافس واللي تركيزه على هو اللي هيغلب. يبقى انهيبيشن يتوقف الكارير عن العمل. انهيبيشن يتوقف الكارير عن العمل. امال الكومبيتيشن ده احنا هنتنافس احنا تو سابستنس واللي تركيزه اعلى هو اللي هيتنقل. امال سبيسيفيستي اخر واحده الخصوصيه. تخيل ان احنا عندنا في الجسم بتاعنا الجلوكوز الدي جلوكوز للريسبتور والال جلوكوز للريسبتور. شايف المفاجاه؟ يعني احنا وصلنا لمرحله مش بفرق ما بين الجلوكوز والفركتوز بس ده انا ما بين الجلوكوز الدي و في جسم الانسان يتعامل بسهوله اكتر مع الدي ولا مع ال؟ مع الدي. جسمنا احنا يتعامل مع مين؟ مع الدي. طب في الامينو اسيد يتعامل اسهل مع ال. يبقى انت يوم ما تصنع دواء في كربوهيدرات تصنعه دي ولا ال؟ دي. طب في بروتين تصنعه ال عشان جسمك يعرف يتعامل معاه. يبقى الخصوصيه ان كل ماده لها سبيسيفيك ريسبتور. ده احنا خرجنا بره كلمه سبيسيفيك ريسبتور ان هو جلوكوز بس. ده دي ولا ايه اللي كمان؟ فخد المفاجاه دي. ده الامينو اسيد من جبروتها في كارير يشيل البيزك امينو اسيد او الاسيدك امينو اسيد او النيوترال امينو اسيد. ما الاحماض الامينيه هتاخدها في الباي بتقسم الى ثلاث انواع متعادله وحمضيه وقاعديه صح؟ يبقى السبيسيفيستي مش مجرد جلوكوز فقط. ده دي ولا ايه؟ يبقى انا عندي كام كاركتر يا شطار؟ أربعة. ها ركزوا مع الساتيوريشن. كل ما التركيز ما هيزيد كل ما الترانسبورت ما هيزيد. الكومبيتيشن وزي اللي بالطبع الكومبيتيشن مادتين شبه بعض اللي تركيزه على هو اللي هيدخل ويحصل ترانسبورت. ثلاثة انهيبيشن مادة بتعمل انهيبيشن للريسبتور اللي هي هتتنقل ولا السبستانس نفسها. أربعة سبيسيفيست الخصوصية كل مادة لها سبيسيفيك ريسبتور أو كذا. قول يا ريس. بس لازم يكون برضه المادتين ينفعوا يتشالوا على. هو معنى كده ان الدي جلوكوز كارير ما يشيلش ال ولا بيشيلوا بكميه قليله؟ ها؟ بيشيلوا برضه بس بكميه ايه؟ قليله. كلمه سبيسيفيست دي مش مطلقه يعني مش 100% مش هيشيل ده.
ده ممكن يشيل ده وحاجه شبهه، بس بيشيل مين اكتر؟ الماده الاساسيه. تمام، شاكين يا باشا على السؤال. سؤال حلو والله، شاكين يا باشا. كده خلصنا الفاسيليتيتد ديفيوجن. اقلب الصفحات من فضلك. نعم، الريفرسابل يا جماعه، يا جماعه الترجمه عشان الناس بتحب الترجمه، اللي هي الانهيبيشن. بيقول لك وان سبستانس كومباينز كارير سترونجلي اند ريفرسابل. الريفرسابل يعني لا عوده، مش هيرجع تاني. الريفرسابل مش هيرجع تاني، مش هتقف بايو. ريفرسابل يعني مؤقت، والريفرسابل يعني دائم، مش هيرجع تاني. هيدان الماده ماسكه في الريسبتور على طول. سموزس يا جماعه. اكتب على الاسموزس دي يا جماعه، مش بس بايوفيزكس عن مين انا، دي كمان بايوفيزكس وبلاد وعملي. الاسموزس دي مهمه جدا، ثلاث حاجات مع بعض. ها، بايوفيزكس وعملي وفي البلاد. اوعى تفتكر ان هي هتجيلك مره واحده، يعني انت بتضرب ثلاث حاجات مع بعض كده. تعالى لما اجي اقول لك في العملي ذاكر في اخر السنه باذن الله، داخل امتحان عملي، هتذاكر ايه يا بابا غير البلاد والكارديو مثلا ومذاكره العملي؟ وهتروح ضارب لي كمان اقول لك ذاكر السموزس لو سمحت. طيب يعني ايه سموزس؟ عايزين الديفينيشن، تمام؟ وبعد كده بعد ما بخلص الديفينيشن اوف سموزس عندي سبع تعريفات. كم تعريف؟ سبعه. ايه بقى هم السبع تعريفات؟ هناخدهم بالترتيب. تعالى بس نشوف السموزس دي يعني ايه. كانت زمان بتيجي مساله في القرون الوسطى، الحمد لله الحمد لله لغوها، معلش بتيجي خالص، عمري ما شفتها بقالها ست سبع سنين، ما جاتش خالص. ليه يا جماعه؟ لان طالب طب بيكره في حياته حاجه اسمها الرياضه. والدليل لو قلت لك 5+5 هو بيفكروا، فتلاقي الناس بتفكر. معلش هو انت حصل لك شيفت من الذاكره الحسابيه، ها؟ توقفت عندك الى الذاكره بتاعت الحفظ، هي دي اللي شغاله. سوبيرو ولا انفيرو ولا ميديال ولا اكبر، هتنساهم برضه. فهم الحمد لله اول بسألك. يبقى انا يا جماعه هاخد القوانين، هياخد القوانين من غير تطبيق. طب نتكلم عن الاسموزس الاول. عشان افهم الاسموزس السيد محمود، ها؟ محمد، عشان عمرو، مش مشكله يا عمرو. ازيك يا سيد جو؟ طيب مره والله العظيم. من الناس اللي بتزورني كل سنه مره. بص يا حبيبي، الناس بقى اللي نامت، الناس اللي شاده اللي حافل السموز دي مهم. هجيب انبوبه، بص يا دكتور بص لها، هجيب انبوبه زي حرف اليو كده. ماشي؟ طيب الانبوبه اللي زي حرف اليو دي هنا في غشاء اسمه ايه؟ بس يا بابا سيمي بيرميبل ممبرين. يعني ايه سيمي بيرميبل ممبرين؟ غشاء شبه منفذ، يسمح بمرور مواد ولا يسمح بمرور مواد. يسمح بمرور مين؟ يسمح بمرور، ركز معايا، الوتر، لكنه لا يسمح بمرور الصوديوم كمثال. فبعد ما نقعد نقول ووتر وصوديوم غيرنا الكلمات، شلنا كلمه ووتر وخدنا مكانها سولفنت. يعني ايه سولفنت؟ مزيل، اللي هي الميه يعني. وشلنا كلمه صوديوم وكتبنا سوليوت، مزال. عشان بعد كده ما تقعدش بقى ايه ملتزم بكلمه ووتر وصوديوم. ما ممكن الووتر يبقى بلازما، صح؟ هي البلازما دي ووتر؟ لا مش ووتر. ممكن الصوديوم دوت يبقى جلوكوز، ممكن يكون بوتاسيوم، ممكن يكون اي ماده. المهم السيمي بيرميبل يسمح مرور حاجه ولا يسمح مرور الحاجه الثانيه. طيب ركز معايا كده لو سمحت في اللي هرسمه لك دوت. اللي بالازرق ده الميه.
مين اللي دايب هنا؟ ادي الام ايه اهو، يبقى ده الام ايه تمام. وادي يا جماعه دكتور، ممكن الناس اللي عندها دقه تبص معايا في الرسم وتقول لي انهي ناحيه فيها التركيز الوتر اعلى؟ طبعا يا جماعه في ناس معلش عندهم عقليه ان هم فاكرين الاثنين زي بعض. يا بابا هو انا بقول لك اهو الاثنين قد بعض يا حبيبي، ايوه نفس المستوى، بس هل الاثنين نفس المستوى معناها ان الكونسنتريشن اوف الووتر متساوي على الناحيتين؟ لا طبعا، الناحيه دي فيها ووتر اكتر لان ما فيهاش ايه؟ صوديوم. لكن هنا فيها ايه يا جماعه؟ فيها صوديوم، فالصوديوم واخد حيز ولا لا؟ حلو الكلام. طيب اول ما حضرتك ما هتسمح او تعمل التجربه كده، حطيت ميه الناحيه دي وميه الناحيه دي، وهنا الصوديوم تركيزه اعلى من هنا، مفيش صوديوم تقريبا فرض، او يا سيدي عادي والله ما زعلت في واحده صوديوم بس، مين الشاطر يقول لي ايه اللي هيحصل؟ ينتقل الماء من فين لفين؟ من هنا لهنا. الله اكبر. من هنا لهنا يعني من تركيز الملح الاقل الى تركيز الملح الاعلى. ليه يا دكتور؟ علشان السليوت لها القدره على جذب الماء. اي سليوت صوديوم بوتاسيوم جلوكوز لهم القدره على ايه؟ على ان هم يشدوا الميه. طب يشدوها ازاي؟ بيعملوا معاها روابط صح؟ بيعملوا معاها روابط تمام؟ ويربطوا كل جزيء صوديوم متربط بجزيئات ميه، كل جزيء بوتاسيوم متربط بجزيئات بوتاسيوم ميه، جلوكوز وهكذا. يبقى هي موفمنت اوف الووتر ها فروم ايه تو ايه؟ فروم لو كونسنتريشن اوف صوديوم الى هاي كونسنتريشن اوف صوديوم. او movement of water from high concentration of water الى low concentration of water. ادي الديفينيشن الكامل through semi permeable membrane. دول الكلام واضح خالص اهو. يبقى movement of water ولا اقول بعد كده solvent؟ solvent from higher concentration of solvent الى lower concentration of solvent اللي هو من معناها low concentration of solute الى higher concentration of solute. خد بالك في النقطة دي، هو مش كاتبها لك كده، اقرا كده. Movement of a solute of solvent down to its concentration gradient. Movement of a solvent down to its concentration of gradient. يعني ايه down its concentration gradient؟ من ال high concentration of solvent إلى ال low concentration of solvent. اكتبها لو سمحت. من ال high concentration of a solvent اللي هو المية، الميه يعني التركيز العالي الى الميه التركيز القليل. داون تو اتس كونسنتريشن جريدينت. اللي هي في معناها فروم لو كونسنتريشن اوف ملح الى الهاي كونسنتريشن اوف ملح. ثرو سيمي بيرميبل ميمبرين. حلو. انت ممكن بالفلاحي ها بالفلاحي الناس اللي ورا معايا ها الناس اللي ورا ممكن بالفلاحي كده تقول ان الصوديوم او السليوت لها قوه على سحب الووتر. القوه دي مساويه لقد ايه؟ القوه دي مساويه لقد ايه؟ لا انا مش عايزك تقول لي فرق التركيز، انا عايزك تحسبها لي. هو مش كوت شفط صح؟ يعني بيشد عليه؟ فهينتج عني يا جماعه النهارده تعريف جديد اسمه اوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر يعني ايه؟ مش انت بعد شويه لو سبت دي كده ايه اللي هيحصل؟ بعد شوية المية هتتنقل صح؟ هي ناحية الصوديوم صح كده؟ طب حضرتك عايز تحسب القوة اللي شدت المية، هحسبها ازاي؟ بالفيزياء كده بجيب مكبس في البتاع ده اللي احنا كنا بنعمله في الفيزياء وتقعد المكبس الهيدروليكي ده تقعد تضغط تقعد تضغط صح؟ كل ما تضغط الوتر اللي كان بيجي الناحيه دي ها هيرجع الناحيه الثانيه لحد ما ارجع للشكل الاولاني ولا لا؟ يبقى الضغط اللي ضغطت بيه اكيد مساوي ها للقوه بتاعه الصوديوم اللي كانت شافطه الميه ناحيتها ولا لا؟ بطريقه غير مباشره. ما انا لو رجعت الميه على الناحيتين متساويتين تمام، ايه اللي يحصل؟ يبقى ساعتها الضغط بتاع الصوديوم اللي كان شادد الميه اكيد مساوي للضغط اللي انا بضغط عليه من بره ولا لا؟ يبقى الاوزموتيك بريشر
it is the pressure that required to stop or prevent الاسموزس. زي قياس ضغط الدم. هو انا بقى قياس ضغط الدم ازاي؟ بتجيب جهاز ضغط صح وترفع هنا. انت عارف انت بترفع لحد امتى؟ لحد ما يتوقف انتقال الدم للهاند هنا. ما اول ما الدم يتوقف يبقى معناها الضغط اللي من بره مساوي للضغط اللي من جوه بطريقه غير مباشره. يبقى الاوزموتيك بريشر هو الضغط المطلوب لتوقف اللي هو فينا معناه يساوي الضغط اللي كان عامل سموث اللي هو يساوي قوه شد الصوديوم او السوليوت للمي. يبقى دي بريشر ذات ريكواير تو بريفنت الاسموزس. مين الشاطر اللي يرفع ايده ويقول لي مين اللي الضغط الاسموزي بتاعه اعلى، الجلوكوز ولا الصوديوم؟ خطا. الجلوكوز ده الجزء ده تحسبها ازاي؟ اللي عدد جزيئاته اكتر هو اللي هشد ميه اكتر. يعني انا عندي هنا حطيت 10 جزيئات صوديوم وهنا حطيت 15 جزيء جلوكوز، مين يشد ميه اكتر؟ يبقى الاوزموتيك بريشر او القوه الاسموزيه معتمده على عدد الموليكيول. سؤال ام سي كيو. الاثنين هيبقوا زي بعض، لو الاثنين قد بعض يبقى الاثنين زي بعض. مش الموليكيولات بتاعتهم مختلفه؟ اصبر بس اصبر. يبقى الاوزموتيك بريشر معتمد على عدد الجزيئات. الله يرضى عنك. الاوزموتيك بريشر معتمد على عدد الجزيئات. السؤال ده لا تستهين بيه، بيجي في الام سي كيو والله كتير. الاوزموتيك بريشر ديبند اب اون على النمبر اوف موليكيول، بس بشرط ما تجيبليش ماده زي اليوريا. اليوريا بتعدي في السيمي بيرميم والممبرين. اليوريا بتعدي في السيمي بيرميم والممبرين. ينفع استخدم اليوريا؟ ليه يا جماعه؟ ما ينفعش استخدم اليوريا ليه؟ ما ينفعش استخدم اليوريا ليه؟ ما ينفعش استخدم اليوريا ليه؟ مين ينفع يقول؟ لأن اليوريا يا بابا بتعدي في السيمبيريال ممبرين. يبقى اليوريا بتعدي فين يا جماعة؟ ها؟ في السيمبيريال ممبرين، يعني بتساوي تركيزها اليمين على الشمال، يبقى ما تنفعش. تنفع اليوريا؟ لا ما تنفعش اليوريا. يبقى لازم الاوزموتيك بريشر معتمد على مواد ديفيوزابل ولا نون ديفيوزابل؟ اهو كاتبها لك النمبر اوف نون ديفيوزابل موليكيولز سبستانس، يعني المواد اللي ما بتعديش احسب عدد جزيئاتها، اللي عدد جزيئاته اكتر يبقى الاوزموتيك بريشر بتاعه اكتر. النقطه الثالثه في الديفينيشن، هو يا جماعه الاوزموتيك بريشر دوت خاصيه كيميائيه ولا خاصيه فيزيائيه؟ يعني دي فيزيكال ولا كيميكال؟ لا يا بابا كيميكال، لان هو ارتباط جزيئات الميه بجزيئات الماده، فهو بيقول لك تعبر عن الكيميكال اكتيفيتي اوف سبستانس. ممكن تكتبها بالعربي ان فيما معناها قدره الماده على الارتباط بجزيئات الميه. يبقى الاوزموتيك بريشر ات از ذا بريشر ذات ريكوايرد تو ستوب اسموزس ديبند اب اون، يعتمد على النمبر اوف number of non diffusible molecules. الثالثه يعبر عن الكيميكال اكتيفيتي، يعني ايه كيميكال اكتيفيتي؟ قدره الماده على ارتباط بجزيئات الميه. طيب الديفينيشنز بقى اللي عندنا، الوحدات اللي بنستخدمها، الوحدات اللي بنستخدمها لحساب الاسموزس دي اللي هي مكتوب لك ستاندرد انترناشونال يونت. الله يرضى عنك. في سؤالين في الام سي كيو في الديفينيشن في غايه من الاهميه. الضغط الاسموزي معتمد على النمبر اوف مولكيولز. الضغط الاسموزي ها من الهاي كونسنتريشن اوف الووتر الى اللو كونسنتريشن، او من اللو كونسنتريشن اوف سوليوت الى الهاي كونسنتريشن اوف سوليوت. اقرا السؤال وما تتسرعش وانت بتجاوب. طيب ستاندر يونت، يعني ايه ستاندر يونت؟ الوحدات العالميه ها بتاعت الفيزياء، يعني الستاندر اللي كل الناس بتستخدمها. أول وحدة عندنا، ما بتجيش مسائل يا جماعة عشان الناس ما تقعدش تتضايق. أول وحدة عندنا المول. المول. تاني وحدة الأزمول. تالت وحدة الأزمولاريتي.
رابع وحدة الأوزمولاليتي. إيه بقى الوحدات دي؟ يعني إيه مول؟ ها؟ المول لو حبيت أحسب كلمة مول، المول هو المولكيولار ويت أوف سبستانس إن جرام. إديني مثال. مثلا عايز تحسب واحد مول من الجلوكوز، ماشي؟ واحد مول من الجلوكوز تحسبها ازاي؟ سهلة جدا. هو الجلوكوز رمزه ايه؟ سي 6 اتش 12 او 6. العدد الكتلي بتاع الكربون قد ايه تقريبا؟ 14 في 6 زائد 1 12 زائد كامل اكسجين 16 في 6 12. يا جماعه ولا مالك هتطلع في الاخر كام؟ 180 جرام. محدش فيه مساله، انا مش فاكر العدد الكتلي ولا مالي فيه. هتطلع كام يا جماعه؟ يبقى انا لو حبيت اعمل واحد مول من الجلوكوز تدي لي قد ايه جلوكوز؟ 180 جرام. تمام. طب انا لو اديتك 180 جرام جلوكوز يبقى دومها كام؟ واحد مول. شاطرين يا ولاد. طب الصوديوم ال NaCl، ها حد يحسب لي ال NA كام؟ 23 والكلور 35 ونص. الله اكبر شاطرين. يبقى 58 ونص جرام. يبقى يا بابا لو اديتك 58 ونص جرام NaCl يبقى ساعتها معاك كام مول؟ 1 مول يا دكتور. طب الواحد مول من ال NaCl يساوي كام يا دكتور؟ 58 ونص جرام. فين السؤال؟ المول يقاس ب الجرام. ده اول سؤال. امال يعني ايه مول؟ والله حضرتك لو جبت واحد مول جلوكوز، يعني ايه واحد مول جلوكوز زي ما اتفقنا؟ 180 جرام، ودوبهم في لتر ميه، واحد لتر ووتر. هل الجلوكوز هيتفكك ولا هيدانه زي ما هو؟ الجلوكوز مادة غير متأينة. مادة غير ايه؟ متأينة. طيب امال لو جبت لي واحد مول من ال NaCl وحطيته في لتر مية، في مشكلة يعني ان ال 58 ونص جرام دول للأسف مش هيبقوا مادة واحدة. امال هيبقوا مادتين. مش ال NaCl هيتأين؟ هيتأين ليه؟ Na و Cl. يبقى دي مقارنة ظالمة. إن على الرغم ده واحد مول جلوكوز وده واحد مول NaCl، لكن النتيجة مش واحدة. إن ده هيدنه جزيء واحد مش هيتأين، بينما ده هيتأين الاتنين، صح؟ يبقى ده الأوزموتيك بريشر بتاع ده ولا بتاع ده اللي هيبقى أعلى؟ بتاع ال NaCl طبعا، لأنه مادة واحدة ولا مادتين؟ ال Na هيشد مية وال Cl هيشد مية، بينما الجلوكوز هو هيشد المية مرة واحدة فقط. طب الحل؟ عملنا ديفينيشن جديد اسمه أزمول. قال لك الأزمول يساوي المول على الفالنسي. يعني ايه فالنسي؟ التكافؤ أو الشح. يعني احسب لي الواحد أزمول في حالة الجلوكوز هيساوي ها؟ الواحد أزمول في حالة الجلوكوز هيساوي 180 على 1. جت من فين 180؟ ما هو الواحد مول يا بابا من الجلوكوز كام جرام؟ 180 جرام على 1. ليه قسمت على 1 يا محمد بيه؟ عشان يبقى الجلوكوز التكافؤ بتاعه 1 لا يتعين. يبقى ساعتها الواحد أزمول من الجلوكوز يساوي 180 جرام دايبين في اللتر من الميه. يبقى ما هو الفرق بين الأزمول والمول؟ المول هو الوزن الجزيئي جرام وبس، 180 جرام جلوكوز. لو دوبتهم في الميه هيتحول تعريف المول الى أزمول. في حاله الجلوكوز قسمت على 1 ليه؟ لانه هيتقين الى ماده واحده. طب امال في حاله ال NaCl؟ هيبقى الواحد أزمول في حاله ال NaCl هيساوي 58 ونص على 2. طلع كام يا شطار؟ 29.5 جرام في اللتر. يبقى انا يا بابا النهارده لو اديتك 180 جرام جلوكوز كده دول هتعملوا كام مول؟ 1 مول.
ضغطتهم في لتر ميه الناتج هيبقى 1 اسمول. طب لو اديتك يا دكتوره 58.5 جرام ان اي سي ال من غير ميه يبقى يعملوا كام مول ان اي سي ال؟ 1 مول. طب لو ضافوا في الميه هيعملوا كام اسمول؟ 2 اسمول. لان الاسمول الواحده قد ايه؟ 29.5. انا مدي لك كام؟ 58.5 جرام، صح كده؟ طيب يبقى الفرق ما بين المول والاسمول ان المول من غير ذوبان اما الاسمول بالذوبان. ممكن يجي لك السؤال ام سي كيو بالطريقه دي، الواحد مول يساوي واحد اسمول في انهي مواد؟ المتأينه ولا غير متأينه؟ اللي هي نوت او اندوسيشيتد اللي مش متفككه يعني. تمام كده؟ المول يساوي الاسمول في انهي مواد؟ المتأينه ولا غير متأينه؟ الغير متأينه اللي هي مين؟ دوسيشيتد ولا نوت دوسيشيتد؟ نوت، هي مش لا تتعين. طيب كده الحمد لله عرفنا المول وعرفنا الاسمول. تعالى بقى دوسيشيتد يعني تأين. في ايه؟ طيب اسمولاريتي واسمولاليتي، ركز معايا. لو انا اديتك 180 جرام جلوكوز دوبتهم في لتر ميه ساعتها هيبقى اللتر فيه كام اسمول؟ 1 اسمول في اللتر. يبقى لما بنيجي نسال معايا محلول حجمه 1 لتر دايب 1 فيه اسمول، 1 اسمول، فسمي المحلول دوت الاسمولاريتي اوف ذس سوليوشن ايكوال 1. يبقى وات ذا مينينج اوف اسمولاريتي؟ النمبر اوف اسمول اللي دايبه في 1 لتر ميه. طب دايب فيه 2 اسمول يبقى الاسمولات بتاعتها 2 اسمول في اللتر. دايب فيه 4، 4 اسمول في اللتر. امال يعني بقى اسمولاريتي؟ طب انت الفيزياء عالم فاضي. ما هو الفرق ما بين 1 لتر ماء و1 كيلو جرام ميه؟ هو نفس المعاني. الواحد لتر ده حجم، اما الواحد كيلو جرام ده وزن، صح؟ فهم يعني بيقول لك ايه؟ السبيسيفيك قوي، لما تقول عدد الاسمول اللي دايبه في واحد كيلو ميه ما تقولش عليها اسمولاريتي، قول عليها اسمولاريتي. يا دي الفراغ العاطفي اللي عندهم. هتفرق احنا معانا؟ يابا يابا الناس مش عارفه ايه كيلو لتر. يبقى يا جماعه لما اقول عدد الاسمولات اللي دايبه في واحد لتر تسمى اسمولاريتي. لما اقول عدد الاسمولات اللي دايبه في واحد كيلو اسمولاريتي. فراغ عاطفي بعيد عنك وعلى السمعين. طيب قبل ما ناخد التعريف اللي جاي، اوعى الناس تنسى، تنسى ايه؟ ان الاسمول يساوي كام ملي اسمول؟ 1000 يا بابا. يبقى الاسمول يساوي 1000 ملي اسمول. طيب تعالى بقى يا شطار ناخد الديفينيشن الاخراني. حاجه اسمها خلاص بقى تونستي. تونستي يعني ايه تونستي؟ بص يا بابا ركز بقى معايا في النقطه اللي جايه دي، مهمه في العمل عندنا. سيب الموبايل ده يا بابا، سيب الموبايل ده يا دكتور. التونستي دي يعني ايه؟ الناس اللي ورا. التونستي دي يعني ايه؟ الناس اللي شاده الحاف تسحب. الاوزمولاريتي بتاعت البلط قد ايه؟ الاوزمولاريتي بتاعت البلط يا شطار، بص ركز معايا. اوزمولاريتي اوف بلاد تساوي 300 ملي اسمول في اللتر. كم ملي اسمول؟ 300 ملي اسمول في اللتر. مش عايز كلام. كم ملي اسمول؟ 300. طيب لو انا يا دكتور حبيت اعمل محلول صناعي بره جسم الانسان في المعمل كده بحيث ان الاسمولاريتي بتاعته تكون مساويه للاسمولاريتي اوف ذا بلاد اعمله ازاي؟ تاني سؤال، لو حبيت اعمل محلول الاسمولاريتي بتاعته زيها زي البلط، اكيد المحلول الاسمولاريتي بتاعته لازم تكون كام ملي اسمول؟ 300 ملي اسمول. ساعتها المحلول اللي هيتعمل لو الاسمولاريتي بتاعته قد البلط اسميها ايزو تونيك. طب لو الاسمولاريتي بتاعته اعلى من الدم اسميها هايبو. طب لو اقل هايبو تونيك. بنعملها ازاي في المعمل؟ بص يا بابا علينا التجربة دي، بتاع الرقم ده علينا نحفظه. بجيب 9 من 10 جرام ان اي سي ال ادوبهم في 100 ملي ووتر. ساعتها المحلول اللي هيتعمل الاسمولاريتي بتاعته هتساوي كام؟ 300 ملي اسمول. وده بسميه نورمال سالاين. اظن انت اتفحطته فيه في السكاشن. يبقى احنا سالاين هو محلول
تركيز الملح فيه 9 من 10 جرام لكل 100 ملي، وهذا المحلول الاوزمولاريتي بتاعته مساويه للاوزمولاريتي بتاعت البلاط فيسمى ايزور. طب لو انا ايدي طرشه وزودت 9 من 10 يبقى ساعتها هايبر تونيك. طب لو ايدك خفيفه وعملت محلول اقل يبقى ساعتها هايبو تونيك. يبقى انا عندي كام ديفينيشن حتى الان؟ مول، اوزمول، اوزمولاريتي، اوزمولاريتي، تونيستي. ايه تونيستي؟ الاوزمولاريتي في اي سوليوشن مقارنه بالبلاط. طيب اخر حاجه في الصفحه الاوزموتيك بريشر. هو انا يا بابا ركز معايا، ركز معايا في النقطه دي. هو انا لما جيت احسب قلت المحلول بتاعي 300 مللي اوزمول صح؟ مين الشاطر يقول لي الاوزموتيك بريشر بتاعه قد ايه؟ هو في فرق ما بين الاوزمولاريتي والاوزموتيك بريشر؟ اي الاوزمولاريتي عدد عدد الاوزمولات اللي دايبه في واحد لتر. امال الاوزموتيك بريشر هو الضغط المطلوب لتوقف الاسموز دي خالص. احسبها ازاي؟ كل واحد ملي اسمول محتاج ضغط عشان يوقفه بالمكبسيه اللي احنا كنا راسمينه في اول حصه. الضغط ده يساوي 19.3 من 10 ملي متر زئبق. يبقى شطار كل ملي اسمول واحد محتاج ضغط قد ايه؟ 19 كام؟ البلاط يا شطار الاسمولاريتي بتاعته قد ايه؟ 300. لو حبيت احسب الاوزموتيك بريشر بتاع البلاط اضرب كام في كام؟ 319.3 يطلع 5500 ملي متر زئبق. ده ضغط ملي متر زئبق ام ام جي. يبقى احنا يا شطار خدنا كام ديفينيشن حتى الان؟ واحد مول، اثنين اسمول، ثلاثه اسمولاريتي، اربعه اسمولاريتي، خمسه تونستي، سته حول الاوزمولاريتي الاوزموتيك بريشر اضرب في كام؟ اهم جمله في الصفحه كلها اللي جايه دي، شوف انا كاتبها لك مرتين، هي موجوده في الكتاب بس كانت تايهه كده في المعلومات، انا من كتر التاكيد عليها كتبتها مرتين. بص يا بابا، هو انا عندي كام فلويد في جسم الانسان؟ عموما اثنين، اكسترا سيلولار وانترا سيلولار. مين الواد الشاطر اللي مخلص؟ يقول لي هل الاكسترا سيلولار اعلى ولا الانترا سيلولار اعلى؟ مين الاوزموتيك بريشر او الاوزمولاريتي بتاعته اعلى؟ خطا، الاثنين متساويين، لان لو كان واحد اعلى من الثاني الميه بتتحرك في اتجاه واحد بتسيب الثاني. يعني لو الاكسترا سيلولار ده هو الاوزمولاريتي بتاعته اعلى والخليه هي الاقل، الميه هتتنقل من فين لفين؟ من الاقل للاعلى، الخليه تنكمش. طب لو الخليه هي اللي فيها ملح اكتر، لو الاوزموتيك بريشر اعلى، ايه اللي يحصل؟ الميه هتدخل من بره الجرح تتنفخ. زي ما خدناها في الهيموليتيك انيميا. يبقى الاكسترا سيلولار فلويد والانترا سيلولار فلويد واول ذا بودي فلويد كاتبها لك مرتين اهو، متساويين ولا غير متساويين؟ متساويين. يساوي كام؟ 300 ملي اسمول. بيعملوا ضغط قد ايه؟ 5500 ملي متر زئبق. اقلب الصفحه. 5500 ما هي الاوزمولاريتي هي اللي بتعمل اوزموتيك بريشر زي ما تسبب الانسان. فانت بتضرب في الاخر فرق طلعوا اللي جواها وعلى مسح الصابون. في الشغل لكم اشتموا شويه في الكليه. ضربنا 90 درجه ب 10 هتطلع كده. خلي بالك في حاجه، انت بالملي اوزمول ولا بالاوزمول؟ 100 وحاجه. 19.3 من 10 في 300 تطلع 300 وحاجه. لا انا مش عارف هتطلع ازاي. ده انت لو ضربت 20 في 300 تطلع ب 4000. ايه؟ ايوه ما هو قريبه يعني. ايوه مش رقم مظبوط. ايوه ما في رينج يا ابني. في رينج يا احمد، في رينج. لا دي غير رجعت. في نقطة بس في المذكرة مكتوبة غلط بس صلحها. صفحة كام؟ صفحة 5.
شفت انت حضرتك اخر الصفحه كده اخر الصفحه خالص مكتوب لك لو بي صح لو بي في هاي بي بقى اللي هو اخر الصف بيقول لك انديكيت جريت تندنسي سوليوت تو ليف الووتر تو انتر الاويل زي الهيدروفيليك لا مش هيدروفيليك دي غيرها لا هيدروفوبيك زي الهيدروفوبيك غيرها اخر سطر اخر سطر خالص اخر كلمه في الصفحه مكتوب ايه هيدروفيليك وبعديها كلمه مش عارف الكتريك صح اشطب الكتريك دي خالص اشطب الكلمه دي وخلي الهيدروفيليك تبقى هيدروفوبيك خلاص بقى يلا يا شطار ركزوا معايا لو سمحت الناس اللي سرحانه ورا الناس تركز معايا في النبيل اللي جايه دي يا جماعه بتيجي في الام سي كيو برضه جت قبل كده كذا مره ايه بقى بتقول ايه دي ادي سوليوشن اسمه ايه وسوليوشن اسمه بي خلاص يا دكاتره بقى سوليوشن اسمه ايه وسوليوشن اسمه بي والله يا دكتور لو كان الاوزموتيك بريشر الاوزموتيك بريشر بتاع الاي يساوي البي فسمي المحلولين ايزو تونيك يبقى لو الاوزموتيك بريشر متساوي هسميهم ايزو ايه تونيك طب لو في واحد اعلى من الثاني يبقى اسمي العالي ايه هايبر تونيك والقليل اسميه هايبو تونيك مين الشاطر يقول الميه هتتنقل من فين لفين الميه هتتنقل من الهايبو تونيك الى الهايبر تونيك من تركيز الملح او من الاوزموتيك بريشر القليل الى الاوزموتيك بريشر العالي طب لو جبت تو سوليوشن A و B بس الاثنين متساويين في الاوزمولاريتي يعني ايه اوزمولاريتي عدد الاوزمولات اللي دايبه في 1 لتر ميه اسميهم ساعتها ايزو اوزموتيك عالم عندهم فراغ بقى طب العالي هيبقى اسمه لو فرضا واحد اعلى من الثاني هايبر اوزموتيك والقليل هيبقى هايبو اوزموتيك فراغ عاطفي بين عنك والسمعين يبقى انت لو بتقارن بالاوزموتيك بريشر لو الاثنين متساويين يبقى اسمهم ايزو تونيك لو واحد عالي يبقى العالي هايبر والقليل هايبو تونيك والميه تنتقل من فين لفين هايبو تونيك الى الهايبر تونيك والعكس لو بتكلم بقى على الاوزمولاريتي ها لو الاثنين متساويين يبقى اسمهم ايزو اوزموتيك لو واحد عالي يبقى هايبر والثاني يبقى هايبو دائما الماء ينتقل من تركيز الملح الاقل الى تركيز الملح الاعلى من الهايبو تونيك الى الهايبر تونيك او من الهايبو اوزموتيك الى الهايبر اوزموتيك ده نوع من الفراغ العاطفي يا جماعه اخر حاجه عندنا الاكتف ترانسبورت اكتب عليه ده بقى مهم يعني تخيل يا جماعه ان بي دي كلها شوف عامله ازاي كلها عشان الكلمتين دول عشان الكلمتين دول اكتف ترانسبورت اكتف ترانسبورت اذا كارير ميديتد كارير ميديتد في سؤال في الام سي كيو مين يد هم الكارير ميديتد مين هم الكارير ميديتد الفاسيليتيتد والاكتف ما هو الفرق بينهما الفاسيليتيتد نو اي تي بي ولكن الاكتف اي تي بي نيد انرجي نيد انرجي فور ترانسبورت اوف سبستانس ويز ولا اجينست الف خط تحت كلمه اجينست اجينست الكتريكال جريدينت اجينست كيميكال جريدينت اجينست كونسنتريشن جريدينت اي جريدينت عندك عايز تتحرك ضده يبقى اكتف ترانسبورت اب هيل ولا داون هيل اب هيل يعني اب هيل صعود الجبل حاجه هتعمل مجهود تطلع من تركيز قليل لتركيز عالي امال اللي فاتوا دول ما كانوا كلهم ايه داون هيل تمام طيب تعال نشوف الاكتف ترانسبورت محتاج ايه يا جماعه الاكتف ترانسبورت محتاج كارير بروتين اي تي بيز وسورس اوف انرجي اسمه ده اللي على قدكم انتوا عارفين ان السورس اوف انرجي يا دشاش
المعروف عندنا يا بابا هو الاي تي بي. لكن في سورس اوف انرجي تاني اسمه هاي انرجي بوند. يعني هاي انرجي بوند مواد فيها روابط عاليه الطاقه. مين الهاي انرجي بوند اللي تعرفهم؟ الكرياتين فوسفات. اكتبها والنبي يا بابا. الكرياتين فوسفات مكتوب لك نيد انرجي، تمام كده؟ خلاص مكتوبه تحت البرايمري اكتف، تحت البرايمري اكتف هاي انرجي فوسفات بوند. تعالى بقى نرسم ونفهم الاكتف ترانسبورت هيتم ازاي. الاكتف ترانسبورت في البايو كيمستري العالم اللي هي المدلعه، البايو كيمستري ده البسكوته بتاعت السنه، عالم المدلعه له لكم ايه؟ برايمري وسكندري. والبرايمري ده شطار بستخدم الطاقه مباشره، والسكندري بطريقه غير مباشره. وسلام عليكم. وعليكم السلام. مش ده اللي قالوه؟ طيب تعالى بقى احنا نشرح الاكتف ترانسبورت من الناحيه الفسيولوجيه. صح معايا بقى. كده في فوسفات. لا لا لا، الموضوع ده ما فيهوش هزار، الموضوع ده ما فيهوش هزار، عايز تركيز لو سمحت. بص يا بابا، كرياتين فوسفات. فاكرين الرسمة دي؟ كنا بنقول دي؟ لا يا راجل، لا والله، لا والله. هنتكلم ولا ايه ان شاء الله؟ برضو الرسمة دي كانت بتقول دي الاستومك، ودي كانت مين يا جماعة؟ الديودين، صح؟ كان الأكل بيجي من الاستومك يحصل له ابزوربشن فين؟ امتصاص فين؟ في الديودين في الاثنى عشر، في الأمعاء. وكنا دايما بنقول الامعاء مبطنه بخلايا كده، والخلايا دي حوالينها اوعيه دمويه. يعني يا بابا عشان تدانك فاكرها زي ما خدناها في الحديد كده، ده الامعاء هي الاسطوانه دي يا بابا، بس السرحيه دي الاسطوانه مبطنه يا دكتوره بخلايا، والخلايا مبطنه من بره باوعيه دمويه. طيب لو انا خدت الخليه دي ورسمتها بره كده، هركز بقى معايا في الرسمه دي. الخليه ايه؟ هنا في دم blood vessels، تمام؟ blood vessels. وهنا الامعاء. الناس كلها متخيله الفكره؟ طيب الناس كلها متخيله الرسمه. يبقى الامعاء فوق، اجيب منها الحاجات المهمه ادخلها على الخليه، ادخلها على مين؟ على البلاد. طيب بص يا بابا، انا عندي هنا صوديوم، ركز معايا، وعندي جلوكوز، عايز ادخل الصوديوم والجلوكوز اوصلهم للدم. ازاي هيتم الموضوع ده؟ واحد، تركيز الصوديوم دائما وابدا بره اي خليه، عالي ولا واطي؟ عالي. يبقى جوه الخليه دايما واطي. حلو. الجلوكوز بره الخليه بيبقى قليل، لكن جوه الخليه بيبقى عالي. عايز توديه مع الدم بقى، هتعمل ايه؟ واحد، الصوديوم هيتنقل من فين لفين؟ من الهاير كونسنتريشن الى اللور كونسنتريشن. حد يقدر يعترض طريقه؟ لا، في حد يعترض طريقه يا فالح؟ الصوديوم ما بيعديش في السل ممبرين يا اخويا، صح؟ الصوديوم ما بيعديش في السل ممبرين، حجمه كبير. طيب الحل ايه؟ هيتنقل هو من الهاير للور، بس وهو داخل هيتشال على كارير. الكارير ده هيسهل ولا صعب الحركه؟ هيسهل. بس الكارير دوت بروحين كده، ناحيه هتمسك في الصوديوم، تمام؟ مين يا جماعه اللي يرمي نفسه ويرمي بلاه على الصوديوم؟ الجلوكوز. يقول له النبي خدني معاك. يقول الصوديوم قال للجلوكوز، يا الجلوكوز انت هتتنقل من فين لفين؟ من لور الى هاير. يبقى الجلوكوز هيتنقل مع ولا ضد التركيز؟ بينما الصوديوم مع التركيز. الجلوكوز يرد عليه ويقول له ايه؟ انت صوديوم، انت صوديوم، انت محدش يقدر يكلمك، انت هاير للور، هتنقل غصب عن عين التخين وانا هركب معاك. يبقى ده بيتلطع على قفاه. دخلنا جوه الخليه، كل واحد يروح في اتجاه. يعني كل واحد يروح في اتجاه؟ يفك الصوديوم والجلوكوز. الصوديوم والجلوكوز مع السلامه، انا ما اعرفكش. طب الصوديوم هيتراكم جوه الخليه تحدث كارثه. هو الصوديوم لو اتراكم جوه الخليه هيبقى في جريدينت بعد كده؟ مين يا جماعه اللي بتتجنن لما بتشوف الصوديوم؟ البامب. صوديوم بوتاسيوم بام موجوده الناحيه الثانيه. تجيب مين يا جماعه؟ ها؟ الصوديوم. تنقله من اللو كونسنتريشن الى الهاي
ما احنا دايما عارفين ان بره الخليه دايما بيبقى فيه كونسنتريشن عادي، وتدخل مكانه مين؟ البوتاسيوم. هنا صرفنا طاقه ولا ما صرفناش طاقه؟ ايه ده معنى كده يا دكتور؟ ان لولا وجود البمب لتوقف انتقال الجلوكوز. اثبت، ركز كده معايا. رقم واحد، مين اللي خلى طول الوقت الصوديوم جوه الخليه قليله؟ هي مين؟ البمب. لما الصوديوم طول الوقت قليل هتنقل الصوديوم من فين لفين؟ من الهاير الى اللور. يرغم مين يدخل معاه؟ من فروم ايه تو ايه؟ من اللور الى الهاير، صح ولا لا؟ هيدخل الصوديوم والجلوكوز مع بعض جوه الخليه، ينفصلوا مع بعض، ينفصلوا عن بعض خالص. الصوديوم هيضل واقف جوه الخليه ولا طول الوقت بيطرد؟ طول الوقت بيطرد. مين اللي بيطرد طول الوقت؟ الصوديوم والبوتاسيوم مع بعض، من اللور الى الهاير. فسمي المكان اللي صرفت فيه انرجي، اسميه برايمري اكتف. الطاقة هنا مباشرة ولا دايركت ولا ان دايركت؟ دايركت. ومال هنا فوق؟ هسميه سكندري اكتف. هو انا يا بابا صرفت طاقة؟ اه يا دكتور صرفتها ان دايركت. فين يا بابا الان دايركت دي؟ ان طول الوقت حافظت على تركيز الصوديوم داخل الخلية ايه؟ داخل الخلية ايه؟ قليل. طبعا عارف الواحد اللي عايز يكمل الصورة، امال الجلوكوز هيروح فين؟ عادي يا بابا الجلوكوز تركيزه هنا بقى عالي ولا واطي؟ عادي، اثنين من التركيز العالي للتركيز الواطي لوحده على الدم. مش الجلوكوز في الدم تركيزه قليل؟ يبقى لا شطار. انا عندي كام نوع من الترانسبورت؟ نعم؟ فاسيليتيتد. من هنا لهنا فاسيليتيتد، ما هو مش على كاريير. هنا؟ لا هنا سكندري اكتف. هكمل لك الصوره. يبقى هنا اللي فوق دي اسمها سكندري اكتف زي ما كاتبين، وهنا يا جماعه جوه هيبقى اسمها فاسيليتيتد اللي هو يروح على البلاط. شايف الرسمه كلمه ازاي؟ يلا شطار نقولها مع بعض كده، ركزوا بس معايا. ها واحد واحد، ركزوا معايا. الصوديوم تركيزه بره الخليه من ناحيه الامعاء عالي ولا واطي؟ عالي. وجوه الخليه واطي. الصوديوم هيتنقل من فين لفين؟ من الهاير الى اللور. ليه ما ينفعش اقول لها سمبل ديفيوجن؟ لان يا جماعه الصوديوم ساعتها هيشد ورا مين؟ الجلوكوز عن طريق حاجه اسمها ايه؟ كومن كارير. الكومن كارير ياخد مين معاه؟ ياخد الجلوكوز. ينتقل الجلوكوز غصب عنه فين لفين؟ من اللور كونسنتريشن الى الهاير كونسنتريشن. مين اللي بيحرك الكارير دوت؟ بص الناحيه الثانيه، الصوديوم طول الوقت اللي جوه الخليه قليل. اسال نفسك عشان في مين هنا؟ البامب. البامب دي بتعمل ايه؟ ها؟ بتاخد الصوديوم تطلعه من فين لفين؟ من جوه الخليه لبره الخليه. طول الوقت كده تركيز الصوديوم قليل ولا عالي؟ قليل. فالطاقه مخزنه في صوره، الطاقه مخزنه في صوره فرق في التركيز للصوديوم. يبقى طاقة الـ ATP تستخدم في حالة السكندري بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ مخزنة في صورة ايه؟ Concentration gradient. فرق تركيز لمين؟ للصوديوم ولا الجلوكوز؟ أهم حاجة عند الصوديوم. موقف البامب دي في يوم من الأيام، إيه اللي هيحصل؟ الصوديوم هيتراكم، هل هيتم انتقال؟ يبقى السكندري معتمد على البرايمري. طب الجلوكوز اللي دخل تركيزه جوه الخلية؟ عالي. وفي البلاد؟ دايما، أنا الجلوكوز دايما بره الخلية بيبقى ايه؟ وهيتنقل من الهاير الى اللور بكارير اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن. هو احتاج طاقه هنا؟ لا، من الهاير الى اللور عادي. يبقى لا شطار، حد يقول معايا الاكتف كده عندي كام نوع في الاكتف ترانسبورت؟ واحد ولا اثنين؟ يلا يا بابا البرايمري اكتف فور الصوديوم ولا الجلوكوز؟ صوديوم فقط عن طريق حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. امال السكندري لاي حاجه ثانيه ماشيه مع الايه؟ مع الصوديوم زي الجلوكوز الامينو اسيد، صح كده؟ طيب كومن كارير عند اي بوردر؟ اللي ناحيه الامعاء ولا ناحيه البلاد؟ اللي ناحيه الامعاء اسمه اليومينال بوردر. يعني اليومينال؟ يومين تكوين. وناحيه البلاد اسمه ايه؟ ناحيه البلاد اسمه بيزل بوردر. اسمه يا جماعه الطاقه في السكندري تستخدم دايركت ولا اندايركت؟ مخزنه في صوره كونسنتريشن جريديانت. اقرا بقى الكلام اللي مكتوب واللي عايز يسال يسال. ها البرايمري اكتف in which energy derived directly from breakdown of ATP or high energy phosphate bond. زي مين يا جماعة؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب. طيب السكندري اكتف الطاقة تطلع دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. From energy stored in ionic concentration. يا سلام على الكلمة دي. الطاقة مخزنة في صورة ionic concentration. ionic concentration بتاع مين؟ ها؟ ionic concentration بتاع مين؟ بتاع الصوديوم، صح؟ ان طول الوقت الصوديوم جوه الخلية هاي ولا لو؟ لو. طب قول المثال. The commonest is glucose transport. واحد، glucose transport sodium dependent، معتمد على مين؟ على الصوديوم. At the luminal border، أين الluminal border؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟
اللي فوق. الصوديوم ديفيوز او الكارير يمسك في الصوديوم والجلوكوز. ادي واحد. اثنين، الصوديوم هيتحرك الونج الكتروكيميكال جريدينت. يعني ايه الونج الكتروكيميكال جريدينت؟ من الهاي كونسنتريشن الى اللو. طب يعني ايه الكترو؟ بره موجب جوه سالب. اللي عايز تعرفه مش بره الخليه موجب وجوه الخليه سالب، يبقى ده الكترو من موجب الى السالب. داون هيل ولا اب هيل؟ ما هو داون هيل. احنا قلنا لو من العالي الواطي اسمها داون هيل، لو من الواطي العالي اسمها اب هيل. يبقى الكتروكيميكال، الكترو يعني بره موجب وجوه سالب. كيميكال او كونسنتريشن تركيز عالي التركيز القليل. طيب رقم سي، الجلوكوز او اذر سليوت. عايده على مين الاذر سليوت؟ الامينو اسيد مثلا، صح؟ الفركتوز مثلا. كارد انتو ذا سيل اكتيفلي اجينست الالكتروكيميكال جريدينت. حد يقول لي ازاي؟ مش الجلوكوز تركيزه بره الخليه اعلى اقل وجوه الخليه؟ يبقى يتنقل من فين لفين؟ من اللو الى الهاي. اب هيل ولا داون هيل ساعتها؟ اب هيل. طيب لا، المفروض ما كانش يكتب الكترو الا لو اتكلم على امينو اسيد. الامينو اسيد عليها اشارات في موجب وسالب. طيب دي ذا داون هيل موفمنت اوف الصوديوم. حركه الصوديوم هي اللي وفرت طاقه لحركه الجلوكوز ولا لا؟ اقرا الجمله في رقم دي ممتعه جدا. ذا داون هيل موفمنت اوف الصوديوم بروفايد انرجي فور اب هيل موفمنت اوف اذر سوليوت. صح؟ يعني الطاقه او حركه الصوديوم هي اللي حركت مين يا جماعه؟ هي اللي حركت وراها الجلوكوز. طيب كمل. هل اي تي بي يوز دايركتلي؟ لا يستخدم مباشره. But supplied indirectly. يعني supplied indirectly؟ بوف الطاقة اللي أنا عملتها دي بتاعت الـ ATP اللي كانت تحت تحولت إلى فرق في التركيز ولا لأ؟ يبقى supplied indirectly in form of sodium concentration gradient. يعني كان بقول لك طاقة الـ ATP عملت لي فرق في التركيز. آخر واحدة طبعا يا جماعة بقول لك أنا في ATP. يعني ATP صوديوم بوتاسيوم بامب بيكسر وكده. أنا فيها مشكلة؟ المفروض يا جماعة كنت تاخد النهاردة الإندوسيتوزيس. لا بس انا مش هاخدها عشان بس السكشن. طيب بص يا حلوين، انتوا المره اللي جايه هتيجي زي الشاطر عشان اسال فيها. هات لي معايا صفحه 19 وصفحه 21. عارفين لو جيت سالت قلت الواحد انواع الشانل المره اللي جايه وقلت له اتكلمني على نيرفس سيتويشن وجول ديمان وما عرفش يرد، شوف اعمل فيه ايه. صفحه 19 21. يلا يا جماعه عشان تفتكروا على الله، ثانيه واحده. بالنسبه لمراجعه النيرف في النهارده الساعه 1، في النهارده الساعه 1 اخر حصه، ويوم السبت والحد، يوم السبت والحد، السبت والحد اللي جايين من الساعه 1 لحد الساعه 2 اي واحد عنده حاجه او ناقصاه في نص النيرف الاولاني. يعني نص النيرف الاولاني اللي هو من اول الانترودكشن.